السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه متجر ليلى. كل منا ما كانش كيتذكر هذاك البرنامج الشيق اللي سميتو دار وديكور اللي كانت يدوز في القناه الثانيه. دار وديكور كان يشوفوا الناس المغاربه، كان كل واحد فينا كيتمنى انه شي نهار يزوروه او لا يديروا ليه حتى هو تغيير شامل لدارو. اليوم في الحلقه ديالنا ليلى غتعرفكم على واحد شركه مغربيه هنا في مدينه مراكش كدير نفس الخدمه اللي كدير دار وديكور. مرحبا بكم معنا، حلقه ممتعه. شكرا. طيب مرحبا بكم عندنا. مرحبا بكم. حتى سولت عليك قالوا لي راه كاين في البلاصه ديالو المعلومه. إيه انا كنبقى فرحتي وكان نقعد الصباح والعشيه وملي كتكون عندي شي وقت خاويه كنقول لك انا. المهم اغلب الاوقات ديالك كدوزو هنا. انا فاش كندوزو مزيان، علاش تطلع بالضبط للصباح؟ انا في الهواء زوين وكنتصنت له، ما كاين لا صداع ما كاين، هادي يعني كنبقى راحتي هنا. مزيان تبارك الله، باليه ديال الخصيصه. هي هادشي اللي درتي جهدك في الديكوراسيون. لا زوين. بالنسبه لهاد الديكوراسيون الحاج، واش انت اللي درتيه اولا؟ هي انا اللي درته هذيك الوقيته ملي كان الديكور باقي هذا، ودابا راه بغيت نبدل الديكور الا كان شي حاجه زوينه وكان شي حاجه يعني. انت ما كرهتيش تبدل؟ ما كرهتش شي، ما كرهتش الا لقيت شي حاجه اخرى زوينه. إيه. احسن من هذه. ويلا اقترحت عليك الحاج واحد الشركه اللي غيديروا لك الميناجمون في السطح ديالك كامل. إيه. مرحبا. مرحبا 100%. مرحبا. غادي تقبل؟ مرحبا. هي نقبل وغادي تشوف تبارك الله التغيير، غادي يكون داكشي زوين. وغادي انا فاش كندوز الوقت ديالي الوقت الفراغ، انا فاش كندوز مزيان الله يستر لك. انا فاش كندوز الا لقيت انا نغير يعني هاد التزيينات اللي فيه دابا، انا احسن ليا نعاود نجدد ثاني. نعم، باش حتى انت ترتاح لك في السيت ديالك تبارك الله. هما غادي نتواصلوا معاهم، غادي يديروا لك كل شيء. وتعرفي شي شركه اللي كاينه شركه وبثمن اللي زوين بزاف تبارك الله. الله يرحم والدين لما جي بها ليا ونشوف معاهم، وغادي نشوف معاهم كي غادي يديروا وكي غادي يقدوا ان شاء الله، وما يكون اخر ان شاء الله. ان شاء الله الحاج، ان شاء الله بحال الله. دابا الحاج صافي عطيتي لي الاوكي ديالك. مرحبا مرحبا من غدا ان شاء الله بحال الله. يلا على بركه الله. ان شاء الله بحال الله. هنايا غادي يجي صاحب شركه ديال اجونسمون اللي خاصه لاميناجمون ديكوراسيون، اي حاجه بغيتوها شركه كدير الشكل ديال دار وديكور. السلام عليكم السيد محفوظ، مرحبا بنا معاك، انت واحد من الممثلين ديال شركه ديال اجونسمون. الله يبارك فيك. الله يحفظك. انت مرحبا بك معنا سي محفوظ. كما تواصلنا معكم على حساب الحاج اللي بغى يغير الشكل ديال السطح ديالو، اشنو هما الاقتراحات اللي تقدروا تعطيونا؟ مرحبا لاليلى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا على الدعوه. الله يبارك فيك. اولا حنا شركه ديال اجونسمون كنقوم بالاشغال ديال التزيين والتجهيز من البدايه حتى النهايه. من احتزيد كما تنقول. بالنسبه نتوما مختصين غير في الناس اللي غيتسالوا واش غير السطح بوحده او لا يمكن لكم تدخلوا مثلا على دار كامله ابارتمون كامله؟ لا، جميع الاشغال يعني كما كنقولوا بالفرنسي لي ترافو فينيسيون. اييه. كنخلعوا المكان مازال ما مجهز، مازال ما فينيش، ولا غيتعاود. سينو غيتعاود ثاني في لا فينيسيون. بالنسبه للحاج اشنو تقدر تفيدو على السطح اللي غتصاوبو ليه ان شاء الله؟ بعد المعاينه كاين بزاف ديال النقاط. اييه. ضمنهم الارضيه غادي نزيدو ليها العشب الاصطناعي. اييه. وبالنسبه للكارلاج هذا الزليج ديال الحائط كيبان ليا نقي مزيان، من الاحسن يبقى في هذا المحل ديالو. غيتغطى بشي حاجه اولا غيبقى هاد الزليج هكا ديال الارضيه؟ لا، غيبقى من الاحسن يبقى هنا فيتاني، يبقى من الاحسن باش ما نكثروش عليه حتى هو لي شارج. تماما. اللي بان ليا من سميتو بانت ليا الصباغه بانت ليا قديمه شويه، فيها تشققات.
التشكيل ديالها قديم بزاف. حتى اللون ديالها اللون ما تيتناسقش مع الالوان اللي عنده هنا في الزليج ولا في اسمه. ايه غادي ديروا ليه صباغه مقاومه للماء للشتاء. وشنو اللي يجي اللي عطي اسمه اللي عطي الجماليه مع الزليج هذا اللي كاين هنايا ويكون حتى مناسب يجي مع اللون ديال مراكش ديال تضرب فيه الشمس باش ما يعطيكش الشعاع ما يعطيكش اللي يهرس شويه الشعاع ديال الشمس. بالنسبه للاضاءه اسم الاضاءه بانت لي الاضاءه عاديه خص دابا كاين الاضاءه ديال الليل تماما يكون عندي النقص في الاضاءه هنا بالليل فاش جلس هنا بالليل غتكون شويه واحد الاضاءه ضعيفه. غادي نحاولوا نجددوا ليه الاضاءه بالنسبه لهذه اللي كابل هكا اللي باينين الكارو والكاستريوهم ولعبوا على الاضاءه تكون اضاءه مزيانه وما تكونسوميش ما تكونسوميش ليه الضوء حتى الا شعلها مده طويله ما تكونسوميش ليه بزاف فاسمو تماما. بالنسبه للشريجمات الشراجم بانوا لي ديال الخشب مع كيتعرضوا للشمس والشتاء بانوا لي مشقوقين ومقشرين وهذا كنصحوا باش يدير الشراجم ديال الالومنيوم هما كيقاوموا العوامل ديال اسمه ديال الشتاء العوامل ديال اي تماما العوامل الخارجيه ومن طون كيطونش وكيما راح يدخلوا لها ما يدخلوا لها لا حراره لا والو. هي كيما راح تسمعنا تبارك الله الشمس حاره على مسطح اشنو تقدر تديروا ليه باش يستغل هنا حتى وسط النهار او بالنسبه للقلصه غنديروا ليه واحد الباراسول هنا والاوميضه الله كبيره اللي سميتو كتجمع وكت زعما الا بغى يجمعها كيجمعها فوق الصباح في المتاع يبغى يشوف ولا بالليل بغى يشوف السماء وهذا بالنهار يحلها باش تحمي من الاشعه ديال الشمس كيف ما قلتي ديال الحاج كيبقى مده طويله جالس في تيدي زعما تيستعملها في التراس نحاولوا نقليه شي بلاصه يكونوا مريحين هكا باش ما يعيوش في الجلسه ويكونوا زعما يكون ظهرهم مستريح. اييه وصلت الوحيد اللي كاين عند الحاج هو الخصه ما تبدلش تبقى بلاصتها شنو الاضافات اللي تقدروا تزيدوها هذو خصها باش هي ترجع ليها الحياه. نحاولوا نديروا لها الصيانه ونديروا لها التحسينات اللي غادي يرضوا ان شاء الله تكون زوينه. اييه الله يعطيكم الصحه. وغنزيدوا لها حتى الاضاءه تكون اضاءه هكا باش بالليل يستمتع بالمنظر ديالها باش تبان زعما زوينه هكا في الليل. تبان مضويه حتى في الليل. تماما. الجناب ديالها هنا الحيط غادي نديروا نباتات هكا نباتات طبيعيه او اصطناعيه؟ لا طبيعيه من الاحسن طبيعيه مع عند الشمس هنايا اللي هو عنده وهكا مشمشه من الاحسن نديرهم طبيعيين. بالنسبه للنباتات غادي يدوروا على السطح كامل ولا غتستغلوا غير هاد الفصل؟ لا ما نحاولوش نديروا كل شيء نديروا غير هاد الفصل هادي اللي هنا اللي قدامنا باش يربح شويه ليسباس ما يعاودش يضيق ثاني المكان. ايه كما شفنا كاين هنا السيف ديال المشاف. ايه جا في وسط هاد التراس يعني بحال خلق واحد الازعاج اسمه اللي بيستغل هذه البلاصه هذه من الاحسن غنشوفوا ليه شي بلاصه اللي ما يكونش مزاحم وما يكونش يحبس الواحد يتحرك هنا بسلاسه في هذا التراس. وكنشوف واحد الروبيني حتى هو هنايا هذا الروبيني بان لي زايد حيت ديجا عندنا روبيني هنا في الحصه غادي نحاولوا هذاك نحبسوا الاليمينيوم واش ما باقي شي تحلمات الماء حيت الا تحلم ما يقدر هنا غادي يمرج سي محفوظ تبارك الله على الاقتراحات ديالك صراحه انا عجبوني بزاف كنتمنى الحاج حتى هما باش يعجبوا الاقتراحات. دابا وصلنا للثمن شحال الثمن باش غيطلع علينا هذا التغيير كامل ديال السطح؟ ان شاء الله يكون ثمن مناسب اكيد يكون في المستوى ما غاديش ان شاء الله نقصروا من جهتنا ان شاء الله غادي الله من جهتنا ان شاء الله. وكيف قلت لك قبيله ما بغيتش نزيد عليه بزاف ديال الحوايج باش ما يكلفوش بزاف. اييه يعني الحوايج اللي خدامين جيت انا نخدمهم باش تبنا نطيحوا في الثمن المناسب. حاولت تغير غير الحوايج اللي ضروري اللي هما التغيير اما الحوايجات اللي ما كاينلاش حاولت تخليهم. فعلا بالفعل الحوايج اللي ضروريين واللي غايزيدوا ليه جماليه في التراث ديالو. يعطيك الصحة. سي محفوظ دابا شنو هي الخطوة الموالية إن شاء الله؟ الخطوة الموالية هو نعيط ليكيب ديالنا باش تجي تاخذ المقاسات ودير الصور. إييه. ديك الساعة باش إن شاء الله نباشروا الخدمة ديالنا. إن شاء الله، يلا على بركة الله.
فهاد الاثناء غادي يلتحق طاقم ديال الجونسمون بليله باش يشوفوا شنو هما القياسات والديكوراسيون والتغييرات والمعدات والمستلزمات اللي غادي يخصهم. من بعد غادي توجهوا ان شاء الله لبريكو زمزم اللي فيها كيتبعوا جميع المستلزمات ديال البريكولاج ديال الاتات ديال الالكتريك ديال اي حاجه ديال الديكوراسيون اي حاجه بغيتوها او لا بغاوها غادي يلقاوها في بريكو زمزم اللي كاينه في الحي الصناعي. تما غيتقداو وتما غادي يجيبوا اللي خاصهم لهذا السطح اللي غادي يغيروا كامل. باش نغيروا السطح ديالنا جينا لبريكو زمزم. البريكو زمزم اكيد المعروف من جهه مراكش اللي عنده جميع المستلزمات لا ديال الديكورات ولا ديال الاثاث واللي معروف اكيد بريكو زمزم بالاثمنه الروعه والتخفيضات اللي كيدير. ودابا ان شاء الله نشوفوا معكم اشنو غيخصو. الطاقة ديال دي لاجونسمون دابا جا ودخل البريكو زمزم وهنا غادي يبداو باش يجمعوا اللي خاصهم في الديكوراسيون والبريكولاج. هو الطاقم مع ليلى جمعوا المعدات اللي غتخصهم ودابا غادي يمشيو باش ييسروا في العمل في السطح ديال الحاج. غيخصهم تقداو ان شاء الله دابا غادي يعزو داكشي اكيد يحطوه في الترونسبور الخاص بهم باش نمشيو ان شاء الله نبداو الاصلاحات في لاتيراس والسطح ديال الحاج. ايام ديال الاشغال دابا الشركه المصممه بدات كتعطي اخر لمسات ديالها. تبارك الله انا تفاجئت من الشكل اللي بدا به لاتيراس او السطح ديال الحاج واحد التغيير اللي هو واضح اكيد اللي انا عجبني وكنتمنى حتى نتوما يعجبكم وحتى الحاج حتى هو اللي جاي ان شاء الله ينال الاعجاب ديالو. وكنشجع اي واحد لا يغير لاتيراس ديالو ولا اي بلاصه ان شاء الله مع هاد الشركه في دارو. ودابا نتسناو الحاج ان شاء الله باش نشوفوا معاه النتيجه النهائيه ونشوفوا واش جبات غادي. السلام عليكم. السلام. هادشي راه من برا هادشي. كي جاك الحاج؟ والله هادشي زوين وانا ما كنتش متخيل بانه هادشي راه غادي يتبدل هكذا. عجبك الحاج هادشي؟ هادشي معتبر. ايوا شوف بعدا شوف بعدا التغييرات اللي داروا ليه. هادشي معتبر مزيان. ايوا الحمد لله. عجبني كاع عجبني مزيان ما كانش
ياك الحاج؟ اييه ما كانش في بالي غادي غادي شنو هي اكثر حاجه اللي لفتت الانتباه كان حاج في لاتيراس ديالك؟ لا زوين زوين دابا غنصير فيها القعده نتكثر العالم دابا الشمس بارك الله الشمس والظل تبارك الله دابا هذا التصوير يمكن لك الحاج تحولو فين ما لا تبغيش هنايا راه ديرو هنايا بغيتي تدوز السمين تحولو عاود الله يعطيكم الصحه من داك الشيء من داك الشافع بارك الله فيك البيزار تاع هما واحد اللمسه باش كل حاجه كاينه الطبيعه بارك الله لا هادشي زوين زفوره الله يعطيكم الصحه نحاولوا باش يديروا فيها واحد الاصلاحات لا زوين 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 بعض التغييرات حيتاش انت قلت ما بغيتيش حيت تبدا غتبدلتها اييه باغا حتى هي تبدلات وبالنسبه لهذه حتى هي قلت ما بغيتيش فيها شي تغيير اللي هو بزاف حاولوا انهم يحافظوا على اللبسه ديالها ولكن زادوا واحد شويه لا زوين زوين الله يعطيكم الصحه هادشي محترم الله يجازيكم بخير الشريجمات وهاد الشريجمات حتى هما بدلتوا لهم درتوا لهم ملامين يوم هادشي الله يعطيكم الصحة زوين هادشي المهم داكشي عجبك هادشي هادشي بارك الله مخير غادي نولي نلقى راحتي هنا تبارك الله ايوا الحمد لله الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير هاد شوية الحاج هادشي مزيان ايوا عرفتي شي قطرينات شي قطيبات ديالك شي قطيبات اللي كيقول لك ان شاء الله هي شي قطيبات شي دجاج شي اي حاجة هادشي معتبر ونشر حتى هو حاولوا يحيدوا لك الحاج زوين هادشي ديال الحشوه ديال الديكور المهم داروا لك هاد النشر هنايا على حسب الكويجات ممكن لك عاوتاني ديال المينيوم هذا ما كتشدش هذا لا ما كتشدش تخليه هنا انا بغيتي كاع تحيدو عاوتاني كاع مزيان الله يعطيكم الصحه والغازون في الارض ياه الغازون مزيان وهذا حتى هو زوين تبارك الله تبارك الله وراه داروا لك الحاج نباتات اللي هما طبيعيه راه ماشي بلاستيك لا تشي ما شاء الله نسقي وراه غادي يزيد لي الدروس ان شاء الله بالتوفيق لا زوين هادشي زوين الله يعطيكم الصحه عندي ما تخاف ايوا جلس الحاج الله يعطيكم الصحه بسم الله هادشي هادشي معتبر هادشي تبارك الله تبارك الله تبارك الله سيادك الراحه زوينه دابا ان شاء الله غادي تعود تقعد في الصباح وانت مرتاح هادشي معتبر ما ديرونجيك لا شي حاجه لا 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 انا غادي ندوز نجوز الوقت كيما مناسب الله يعطيك الصحة غادي لكم بخير حول روح الحاج لا هادشي زوين الحاج محمود تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة الحاج بعدا راه عجبو لاطيغاس ديالو وتبارك الله على الشركة ديالكم ديال أجونسما بالنسبة للناس الحاج اللي غيتسألوا على واش كتصايبوا غير بحال هادشي ديال لاطيغاس أولا تكلفوا بزاف د الحوايج لا ماشي اختصاصنا غير لاطيغاس عندنا بزاف ديال الاختصاصات من الداخل زعما الداخل والخارج اييه ديال لي زابارتومون مثلا واحد مثلا الا كان غيشري واحد لابارتومون كتدخلوا عليها نتوما كديروا ليها الميناجمون تمام من الاول على حسب الكونسيبسيون اللي بغا كنعطيو لي بلون بروالتي كيختار كيختار منهم اللي عجبو زعما تنطبقوه مزيان كتزيدوا الافكار ديالكم على الافكار ديالهم حتى كتخرج بواحد النتيجه اللي هي زوينه نتيجه مزيانه اللي ترضي الجميع كيما سمعتوا بلا ما يصدى لواحد راسو يبقى يقلب على السباب على النجار على اسمي على اي حاجه اكيد هما كيتكلفوا ليك بكل شيء من زيرو حتى كتخرجوا بنتيجه زوينه كيف ما خرج بها اكيد الحاج بلا تيغاس ديالو اكيد الاثمنه راه جد مناسبه بالنسبه للناس اللي غيسولوا على المكتب ديالكم فين جا بالضبط في مرات كان في الحي الصناعي سيدي غانم اييه الحي الصناعي سيدي غانم طريق اسفي طريق اسفي اييه عندك الرومبا الرومبا الثانيه الى دخلتي من سيدي غانم الرومبا الثانيه الرومبا الثانيه الى دخلتو من سيدي غانم زائد غنخلي لكم ان شاء الله الارقام ديالهم ها هو مكتوبين هنا باللون الاصفر الى بغيتو ان شاء الله يدوزوا لكم لوكاليزاسيون او بغيتو اي استشاره مرحبا نعاود نذكركم الارقام المكتوبين باللون الاصفر واحد التساؤل اكيد اللي غيكون عند الناس هو واش كتاخذوا غير البروجيات اللي كاينين في مراكش او لا حتى خارج مراكش انا بجوج بجوج ما كاينش مشكل لا ما عندناش مشكل في المغرب كامل وفين ما كانوا كما سمعتوا يقدروا يديبلاصاو عندكم في المغرب كامل وفين ما كنتوا ان شاء الله بحول الله شكرا الحاج الحاج بالصحه والراحه شكرا اختي الله يجازيك بخير اقسم بغيتي تبدل اي حاجه ان شاء الله نزل في الدار عليك الله يجازيكم بخير هذا الشيء معتبر من برا من داك الشرقي الله يسر الله يسر الثمن مناسب يعني الثمن ماشي عالي الثمن هذا راه الثمن مناسب الله يسر الله يجازيكم بخير الله يسر الله يسر الجميع كنتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوش اكيد امين يا ربي تنساو البارتاج مع العائله مع اصحاب مع الحباب باش تعوم الفائده نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده وبسلام عليكم